أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: امرأة قدمت من إفريقيا إلى الرياض قبل أشهر وهي مريضة، وإذا ركبت السيارة يشتد مرضها ويؤلمها قلبها عدة أيام، والسؤال: هل يجب عليها أن تحج بأن تسافر بالطائرة إلى جدة ثم بالسيارة مع اشتداد المرض عليها؟ وإذا كان لا يجب عليها، فهل يجوز أن يستنيب أحد أولادها فيحج عنها؟ هذه فيها تفصيل. إذا كان يرجى زوال ما بها وأن تقدر على الحج في المستقبل، فإنها تؤجل الحج إلى أن يزول ما بها تحج بنفسها. أما إذا كان لا يرجى، المرض مزمن، قرر الأطباء أنه مرض مزمن ما له علاج ولا يرجى زواله، فإنها توكل من يحج عنها. نعم.